بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد، فإن من فضل الله عز وجل ورحمته بهذه الأمة أن جعل لها مواسم للخيرات تضاعف فيها الحسنات وترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. إن التجار إذا جاءت مواسم الربح جدوا واجتهدوا وأخرجوا أفضل ما لديهم من بضائع، فحري بنا أن نغتنم مواسم الخيرات بالأعمال الصالحات من بر وصلة وصيام وصدقة وذكر لله عز وجل وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وتلاوة للقرآن وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ما أحوجنا إلى الثواب، ما أحوجنا إلى المغفرة، ما أحوجنا إلى محبة الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنتم بخير.